الدراري كي جاكم المايكا هاتوما الدراري الساند لايفت ديالو وريح لك شويه وربط راه حنا غادي نهار غادي كنقاد السيتاب والدراري كيسولوني على امتى غادي ندوز السيتاب ديالي انا غادي نقاد السيتاب ديالي بعدا عاد ديك الساعه غادي ندير لكم فيديو ديال السيتاب ديالي ولكن حاليا غادي نكتفي بالسيتابات ديالكم من بعد ندوز السيتاب ديالي اوكي اوكي دو اليوم غادي نديرو فيديو ديال سيتابات المطفرين ولا سيتابات الله يحسن العوان وعرف جاو يجي شي واحد ويدوز ليا شي سيتاب في شكل نبداو باول سيتاب ديال الدراري سميتو عثمان بيكر الدراري واقيلا راه ما فهمتوش الكونسيبت ديال سيتاب مطفرين فاش كنقول سيتاب مطفرين ولا سيتاب الله يحسن العوان هو كيعني سيتاب الله يحسن العوان باينه من السميه بعدا ولكن واخا هكا كندوزو السيتاب ديال المسيو عثمان بيكر واخا كيفليكس علينا وكيفليكس على الناس اللي باغيين يدوزو في سيتابات المطفرين اول حاجه الدراري غادي نلاحظو في داك السيتاب ديالو هي ديك البواتشي كيس جيمر ما يمكنش حاجه بزاف وكيف ما ديما كنقول فيديوهات ديالي كيس جيمرز ديما شي حاجه اللي حاجه اللي ناضين وكيعطي واحد الديكور للسيتاب هربان بزاف واي حاجه كتشعل بالليل في السيتاب كتعطي ديكور السيتاب ناضي من الاخر سو هذا عندك كلشي كيشعل بالليل خاصو طابي اللي تكون كتشعل بالليل وخاصو طابي اللي تكون تحت بالسوري والكلافي تتشا مسيو عثمان تتشا هذا ماشي نصائح ديالي مسيو عثمان ما كيجلس على كرسي بحال الناس لا لا مسيو عثمان كيجلس على فوتوي جار فوتوي من الصالون اللي عندو البيت باش كيجلس عليه كلافي كتب عليا كلافي تما جدال واقيلا حيت دوك اللوانات اللي عندها في شكل ولكن المهم غتكون شي اكسترايك ولا جدال غالبا سوري بلي سولي نورمال وهادو كاملين فيهم ليد زيد على ام الكاسك عاوتاني تو فيه ليد لعبت خارج من هنايا ونايس تاتش زوينه الصاط ضارب الستاند ديال المايك بحالي ضارب مايك تا هو والبوب فلتر ديالو تا خصني شي بوب فلتر هاد الميكرو هاد ولكن اون كرو نايس سيت اب نايس سيت اب هانتوما الدراري قلت لكم كلافي جديد تبارك الله عليه الله الله داير فيه العربيه مازال الله اكبر الله اكبر ندوز الدراري سميتو اسامه تاهو سميتو بحال سميتي اوكي دابا هذا سيت اب مطفري بامتياز بيسي بورتابل سيت اب مطفري بامتياز في الصالون مازال سيت اب مطفري بامتياز ولكن بلاش الدراري شتيك السوري اصاحبي كنت بحال شي شيفونه جالس كيدوز فيها فوق داك الكتاب وفوق الكتاب شوف هذا دليل على انه سيت اب مطفري ما عنده حتى شي حاجه جيمر في داك السيت اب والو حاط السيت اب ديالو في الصالون ها الاولى خدام بيسي بورتابل ها الثانيه بيسي بورتابل اش بي ها الثالثه كلافي عاديه ها الرابعه داير كتاف بلاصه طابي ها الخامسه سوري بحال الشيفونه ها السادسه شوف تبارك الله عليك اخي اسامه تبارك اسامه لي اسامه قايمين بالواجب قايمين ما يمكنش اتحاد اسامه لل اساميت واش فراتكم بعدا من اسامه جات من الوسامه ما لاحظتوا زعما هنايا دوزوا لهاد الدري اللي سميتو المهم هو الدراري السيتاب ديال هاد الدراري سميتو القرش محمد وداخل كاع السين ديالي ومابوني ولكن هادشي مش كيعني انك غادي تفلس من اننا غادي نهضرو ونضحكو على شويه السيتاب ديالك ويلي هادي هي الفكره ديال السيتابات المطفرين وانني كندوز السيتابات المطفرين وكنطلع عليهم المهم عندك بعدا اكرون 60 هرتز شوف هادي ما فهم هادي عاديه دار كلافي عادي ديال 20 درهم سوري شفره من السيب كاسك والله ما عرفتش من كاسك هذاك ولكن كيبان كاسك مريح فيه ديك البونجات الصوت كيبان البونجات من هنا وبونجات من الفوق اوكي 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 ما قدرتش نضحك عليه صافي نايس نايس اخي ديالي صافي سكتينا اخي القرص اي 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 طابي تحت غير السوري وطابي لاصقة مع الروتور واش من الروتور هذاك بعدا عمري ما شفت شي روتور بحال هذا واحد البواسي يلا كنت نسول على البواسي فين هي اوكي شنو الكونفيك ديالك يا مسيو القرص محمد عنده اي 3 3 جينيراسيون 4 جيجا في الرام 500 جيجا في ديسك دير كاسك مارفو سكوربيون اوه سكوربيون هذا اوكي طابي لوجيتيك كلافي عاديه سوري لوجيتيك واه لا لوجيتيك هذه بلي بحال دوك السوريات اللي كيكونوا عند السيبر المهم دوزو السيت اب ديال الدرس سميتو صهيب ولا صهيب ولا صهيب 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 مسي صهيب مصيفط لي مكيسفش شي السيت اب ديال زعما ما بغانيش نشوف بلي راه جالس في الصالون ولكن شوف معك المحققين ان معك نقابه المحققين حتى حاجه ما تفلش من الناس اشري اول حاجه سي بورتابل ثاني حاجه سيت اب في الصالون خبي في خبي شوف ما دوزش علينا اخي ديال ولكن اللي بغيت نعرف كيفاش بغيت تشرح كي بغيت نفهم كيفاش داير كرسي في الصالون والحيط ديال الصالون خضر كي درتي لها اخي صهيب كي درتي لها مسي صهيب ما عطاناش الكونفيك ديال البيسي ديالو ولا سو كندوزو للسيت اب اللي مورا عندنا اشرف 66 19 شو ضحات النمره ديال الفيكس ديالو ولا شنو عطينا تصويره واحده
تصويره مطفره بعد عاد دخل تصويره مطفره سيت اب توعد مطفر. اوكي نبداو في السيت اب. مسيو اشرف داير اكرون مربع. عرفتي شحال هادي ما شفتش اكرون مربع صاحبي؟ عرفتي كي ضحكونا الدراري اللي عندهم اكرونات مربعين. وباي ذا واي انا كانت عندي وكنت معذب معاها كتقول لي سكريني لي شي حاجه كيصات لك سكرين شوت مربع. باش غنشوف هاد السكرين شوت صاحبي. سو اول حاجه عندو اكرون مربع خاص الاول ديال السيت اب مطفر. ثاني حاجه دار قلع في بلاصه ضرب مسيو اشرف ضرب قلع في بلاصه الطابي باخر كلافي نورمال حاط الرالونج فوق السيت اب. الله قلبي الله حاط كلشي فوق داك السيت اب صاحبي كلشي فوق داك السيت اب. شوف السوري الصد غبرات السوري غبرات وسط الخيوط صاحبي. تبارك الله على ديك الصباغه اللي في الحيط. لا لا تبارك الله تبارك الله خدمتي مزيان اخاي ديالي. نايس مسيو اشرف. اه شوف الدراري اللي كندوز في السيت ابات مطفرين راه ضحك معكم وكذا بنحرشوا وكذا. هذا هو الكونسيبت ديال السلسله ديال السيت ابات المطفرين. ما سميتو بالسيت ابات الله يحسن العوان الا اننا غادي المهم نطلعوا على السيت اب نضحكوا شويه. ولكن شوف كيف اب واي حاجه الدراري عندكم راه كاملين دزنا منها. سو ايفنشلي في اخر المطاف غادي تابكريد داك السيت اب وغادي يكون عندك محسن ديما. اش بقى غادي هكذا ما غاديش تبقى غادي هكذا تم غادي هكذا غادي السيت اب ديالك غادي كيتابكريد. ندوزوا لهاد السيت اب ديال الدراري سميتو حمداني اكرم. ما فهمتش الدراري علاش عزيزكم تعذبوني وتصوروا لي تصور بحال هكذا. شنو بغيتو تعنزوني بالزز محشوماش؟ ها انت دا اوكي اش عندك تما اخاي ديالي؟ اوكي كاع الكارطونات حاطهم في داك السيت اب بعد كيشري ماكينة الحسنة حطها شاية تما الكارطونة ديالها. مسيو اكرم شاري جوج تيليفونات عندو الاديس ضارب 20000 كارطونة ما غاديش نشوفهم كاملين تو بي انس. سيت ابات المطفرين اوكي شنو غادي نشوف شنو اللي مطفر في السيت اب ديالو. عندو اول حاجة اكرون مطفرة بامتياز كتب لي تما مطفر بامتياز. مسيو اكرم ما دايرش بيرو لا عجيب. عنده ستاند ديال المايك اوكي هذه ماشي مطفره حيت انا عندي ستاند ميكرو كيبان تما على الاقل يكون شي بي ام 800 غالبا حيت اغلبيه المغاربه كيشريو بي ام 800. عنده كاسك مزيان اوكي كلافي كيبان هاف ميكانيك. سوري كتبان لي تما ريزر اوكي ماشي مطفر هادشي. الحاجه الوحيده اللي مطفر ولا جوج حوايج اللي مطفرين ولا ثلاثه البيرو ليكرو ودوك الكارطونات اللي حاط داك اللورد كيخلي الديكور ما عطاش الديكور لي زوين في السيت اب. لكن المهم هذا الراي ديالي. كونفيك عنده ايتر و 4 جينيراسيون 4 جيجا في الله اب سيف ما يدوز السيت اب مطفر. واي لا ما يدوز السيت اب مطفر. مايك بي ام 8 شوف قلت لكم مغاربه عزيز انا بي ام 800. دوزوا لهذا السيت اب ديال الدرس سميتو الله اكبر الله اكبر واش اخاي سكرت واش داير واش مصور لي السيت اب ديالك من الزنزانه ديال الحبس اللي جالس فيها ولا اشرح لي مسيو سكرت اشرح لي. عرفتي شحال هادي ما شفت شي حاجه في السيت اب بيضاء صاحبي. كلافي بيضاء ايكرون بيضاء هادشي دوك لي زيكرون القدام اللي كانوا ايامات البونتيوم كاتل. ايه يا مات سوري شفرا مول السيبر. انا اول حاجه بدا كتاثيري في السيت اب كامل هو الحيطه الصاط. واش كانوا سادين عليك اخاي سكرت ولا شنو؟ صراح لنا البلان وديك الماوس يستاهل بنادم عيط لها الفاره حيت كسبب الفارخه ديالي واقول الفار خدام به تما. مسيو سكرت مع الدخله غادي نقول لك سيت اب مطفر بامتياز. اول حاجه سوري الكلافي الايكرون الحيط البواتي البيرو. شوف انت كتستاز اختبار التطفريت سو انت سيت اب كمطفر بامتياز او كاع مصيفط لنا كاع الكونفيك ديال البيسي ديالو. الله اكبر هذا كامل في كونفيك. اوكي عنده سيدي كونفيك بيسي عنده اي 5 3 جينيراسيون. واي دابا البروسيسور اللي عندي احسن من ديالي. دابا البروسيسور اللي عنده احسن من ديالي انتل اش دي كاش جرافيك. كيبورد سميتها كومباك. واي لا الكيبورد سميتها كومباك. وباش انا واش دوك اللعيبات البلايص دوك الكحلين الصاد واش قطعتيهم شي كلافي اخرى ولصقتيهم هنا ولا اشرح لنا اخي البلان. اش بي ماوس اش بي دي 20 درهم. لا 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 500 درهم كتبها لي هنايا. مونيتور كيبورد وماوس كانوا عندي من 2016 ودورا كانوا عندك من 2016 اخي ديالي. هاد لاكرو كانت عندك من 2016 ولكن كنظن انها كانت من 2009 ولا مع 2007 ولا ماش داكشي. نشري بعدا شي جي تي اكس 750 تي اي من بعد نشوف شي مونيتور اند كومبو. شنو نقول لك جي تي كاس جرافيك جي تي اكس 750 تي اي ماشي شي حاجه اللي واعره بزاف ولكن الا كنتي غتشري شي كاس جرافيك من الاحسن تشري شي حاجه اللي احسن. حيت الدراري غنقول لكم واحد البلان واحد الخبر غادي اللي ما غاديش يعجبكم وانه الاثمنه ديال لي كاس جرافيك ما غاديش يتزازعوا من هنا حتى 2022 يعني غادي يبقاو بحال هكذا حتى 2022 عاد ممكن انهم يهبطوا ممكن. المهم اخاي سكرت شكرا حيت بارطاجيتي السيت اب ديالك معنا. اند ماتش لوف برو كيب ات اب لايك راك ناضي. ثانك يو اخاي سكرت تصارك ناضي سيت اب ناضي. المهم سالو بهذا السيت اب ديال الدرس سميتو عمر ا دي ار. الله اكبر شفت قلت لكم الدراري المغاربه عزيز عليهم انهم
كي تقول لك يصورك سيتاب من كاع القناه مشى كاع تكمل الناموس ديالو صور السيتاب ديالو بخير. مسيو عمر الدائر عنده اول حاجه اللي غادي نشوفو من ديك رايبي راه مدوقش زعما شويه حنا صايمين زعما راه حنا صايم. اول حاجه ضارب لك اسيدي التلفازه سامسونج هاد تطفاريت الاولى كلافي عادي تطفاريت الثانيه سوري عادي تطفاريت الثالثه ما دايرش الطابي تحت من السوري. شوف مسيو عمر ما كيحتاجش الطابي تما الكتاب ما دايروش ما عادي خدام بالسوري بخير. ديك التلفازه متكا على الحيطه صاحبي معدله سبحان الله لصق في الحيطه صاحبي كتب لي تما عندك بلاصه فيك تلصق اللعيبه لصق بابا ولكن لا خاصك يكون حيت راه غادي تعميك التلفازه غادي تخرج عليك على عينك. ضارب كرسي على الاقل كرسي احسن من ديالي كرسي ديالو احسن من ديالي والسوري اللي هي ما يصور ليا فيها بحال احسن حاجه عنده في السيتاب هي السوري. شنو بان لي دابا الصالون حط السيتاب ديالك في الصالون ولكن كيفاش كدير الناموس ديالك في الصالون. شوف بروسيسور عنده اي 3 4 جينيراسيون 10 جيجا في الرام واش المهم الخوت كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش الدراري ديروا لايك الفيديو تابوناو في لاشين وكان معكم فور سانكم دابا